مكالمات على الانترنت بتشتغل في كل انحاء العالم ومن غير مشاكل. الفترة اللي فاتت ظهر مشاكل كتيرة جدا في مكالمات الانترنت في اماكن كتيرة في العالم، اشهرها مشكلة حجب المملكة العربية السعودية لبعض مواقع الاتصال بالانترنت. قبل كده كنا بنستخدم ماسنجر وسكايب نعمل مكالمات بسهولة جدا، دلوقتي بعد المشكلة ديت الناس بدأت تلجأ لحلول مختلفة. سوما وتانجو ولاين وكاكو وكمان الايمو كلها برامج الناس بدأت تلجأ لها في الفترة اللي فاتت علشان تحل مشاكل حجب مواقع الاتصال. كلها حلول جميلة، كلها حلول بتنفع، لكن انا جاي النهارده عشان اقول لك على اكتر حل عملي وموجود في جميع انحاء العالم وما بيسببش مشاكل. جوجل هانج اوتس ابلكيشن جميل وبسيط وموجود على كل الموبايلات بتاعتنا، كمان اما بتستخدمه عن طريق اللابتوب والكمبيوتر ما بيحتاجش اي تسطيب. من ضمن مميزاته ان انت بتعمل المكالمات بصوت عالي الجوده وبصوره رائعه جدا من غير اي مشاكل. كمان لو الاتصال بالانترنت بتاعك ابطا من كده انت بتقدر تقلل جوده الصوت وجوده الصوره عشان تقدر تكمل مكالمه من غير ما يحصل لك ديسكونكت. من الميزات الاضافيه الجميله اللي موجوده في جوجل هانج اوتس هي سهوله اجراء المكالمات الجماعيه او الجروب كول بدون اي مشاكل، بدون اي تعارض ما بين الناس اللي بتتكلم وبعض. كمان مع وجود بعض الابلكيشنز الموجوده في جوجل هانج اوتس بتخلي الحوار بيبقى امتع. ازاي؟ انت تقدر مثلا تعمل شير للسكرين بتاعتك للشخص اللي قدامك عشان يقدر يتابعك. كمان انت تقدر ترسم له وتقدر تبين له بعض الحاجات اللي هو عاوز يشوفها، او تقدر تعمل سبوره مثلا في الحوار بينك وبينه. الخبر الجميل ان جوجل هانج اوتس ما عندوش اي مشاكل مع الاتصال في المملكه العربيه السعوديه صوت وصوره ومصر والشرق الاوسط وكمان اوروبا وامريكا. كمان جوجل هانج اوتس هتقدر تستخدمه على الكمبيوتر او اللابتوب بتاعك من غير اي مشاكل، وتقدر تستخدمه برضو على الموبايل عن طريق الواي فاي وباقات الداتا باستهلاك بسيط جدا وما يسببش اي مشاكل. كل اللينكات اللي هتحتاجها عشان تستخدم جوجل هانج اوتس هتلاقيها موجوده تحت الفيديو. اعملوا لايك للحلقه وسبسكرايب للشانل وشير للفيديوهات. كمان اي حاجه انت عاوزينها قولوها لنا في الكومنتس الموجوده تحت.